تفضل عرف نفسك. تفضل. انا هشام نصار من قريه الصنافين. انا شايف ان الحل يجب اعدام كل من قاموا بتنفيذ والتخطيط والتدبير لهذه العمليه. اي يجب ان تكون المعامله مع اسرائيل بالمثل. يجب ان تكون المعامله بالمثل. ولا يجب بقى تحقيق مشترك او غير مشترك. يجب تصفيه من قاموا بهذه العمليه. اي يجب ان تكون المعامله مع اسرائيل بالمثل.